أكدت منظمة العفو الدولية استخدام قوات احتلال صهيونية قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها على قطاع غزة المكتظ بالمدنيين. وقالت المنظمة في بيان للأحد إن مختبر أدلة الأزمات لديها جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الصهيونية قذائف الفوسفور الأبيض في قصفها على قطاع غزة. وأضافت أن مقاطع الفيديو والصور التي تم التحقق منها تظهر قذائف مدفعية تحمل اسم مواد محظورة دوليا برموز تعريف وزارة الدفاع الأمريكية للقذائف المستندة إلى الفوسفور الأبيض.